متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة والتي ستتحدث بمشيئة الله تعالى عن توقعات حركة كتلة هوائية قطبية قارصة البرودة ستندفع بمشيئة الله تعالى إلى تركيا والمنطقة الأسبوع القادم، تحديدا يومي الأحد والاثنين. طبعا تحدث الزملاء بطقس العرب عبر النشرات المختلفة بأن هناك منخفض جوي يتوقع أن يؤثر على المملكة يومي الجمعة والسبت. صنف هذا المنخفض بأنه من الدرجة الثانية، ويتوقع أن يكون هذا منخفض ميزته بأنه منخفض ماطر وفرص ضعيفة للثلوج، تتركز فقط خلال ساعات صباح يوم السبت لفترة محدودة. في طبعا يعني نحن نراقب عن كثب خلال الـ 24 ساعة الماضية انفصال كتلة هوائية قطبية قارص البرودة من القطب الشمالي تندفع مباشرة إلى المنطقة، مترافقة هذه الكتلة بدرجات حرارة قياسية ومنخفضة من حيث البرودة. تسلك هذه الكتلة الهوائية القطبية مسارا يسمى مسار قاري، أي أنها لا تعبر مسطحات مائية، وبالتالي يجعلها تحافظ على خصائصها القطبية بالرغم عن بعدها عن القطب الشمالي، وبالتالي تصل إلى مناطق بلاد الشام وتركيا بدرجات حرارة غاية في البرودة وغير معهودة. في علم الأرصاد الجوية هناك ما يسمى بالنماذج العددية، وهي نماذج محاكاة حاسوبية تقوم باستشعار حركة الكتل الهوائية في الكرة الأرضية، ويتم تشغيل هذه النماذج عبر حواسيب فائقة القدرة. هذه النماذج الجوية العددية تصدر أكثر من سيناريوهات، يقوم المتنبئين الجويين بالعادة بقراءة هذه النماذج الجوية العددية واستخلاص توقعات الطقس. لا، ليس بالضرورة أن تكون سيناريوهات ونواتج هذه النماذج العددية متشابهة، سيما في الحالات التي يتم فيها رصد كتل هوائية منفصلة عن تلك ما يسمى بالكتلة الأم. في هذه الحالة هناك كتلة هوائية قطبية منفصلة عن القطب الشمالي، نستعرض سوية الآن مع بعضنا البعض كيفية استشعار هذه النماذج الجوية العددية للسيناريوهات المختلفة. طبعا عندما نختلف في السيناريوهات يختلف أيضا النتائج على أرض الواقع. إذا تتواجد هذه الكتلة الهوائية القطبية في مناطق تتمركز فوق الأراضي التركية، وذلك يوم الأحد ظهرا. كما نلاحظ هذه الخطوط الصفراء والأسهم الصفراء هي تعكس المسارات المتوقعة لحركة هذه الكتلة الهوائية القطبية بحسب النماذج العددية، فهي مسارات مختلفة محتملة وهي ناتجة عن النماذج العددية. فالسيناريو الأول أن تتحرك هذه الكتلة القطبية شرقا مبتعدة عن المنطقة ككل، ولسيما هنا نتحدث باتجاه الأراضي الإيرانية. في هذه الحالة السيناريو الأبرز الذي تجلب هذه الكتلة باتجاه بلاد الشام هو الأجواء المستقرة، إلا أنها شديدة البرودة وتكون مترافقة مع موجة من الصقيع والانجماد. السيناريو الثاني هو أن تتحرك هذه الكتلة القطبية باتجاه منطقة بادية الشام. هذا السيناريو يجلب موجة من الجليد والصقيع قوية جدا غير مسبوقة منذ سنوات عديدة إلى عموم مناطق بلاد الشام بما فيها الأردن، وربما أيضا تصحب ببعض الزخات الثلجية في بعض مناطق الأردن وبلاد الشام في هذه الحالة. هناك سيناريو آخر ثالث، وأن تتحرك هذه الكتلة القطبية باتجاه شرقي البحر الأبيض المتوسط ثم تدخل باتجاه مناطق بلاد الشام. في هذه الحالة تكون الحالة تصبح ثلجية وتصبح عبارة عن منخفض جوي ثلجي، إلا أن هذا السيناريو هو السيناريو الأقل فرصة والأضعف بسبب أن عدد السيناريوهات الناتجة من النماذج العددية قليل، وفقط ربما سيناريوهين أو ثلاثة من أصل باقي السيناريوهات المتاحة والناتجة عن حركة أو ناتجة عن المحاكاة الحاسوبية لحركة هذه الكتلة الهوائية القطبية. في طقس العرب، منظومة طقس العرب التكنولوجية التي مطورة لدى طقس العرب تستشعر أن الفرصة الأكبر هي لحركة هذه الكتلة أن تكون باتجاه مناطق بادية الشام كما نلاحظ. إذن هنا يتحرك هذه الكتلة القطبية يوم الأحد بعد الظهر باتجاه السواحل السورية، ثم تدخل باتجاه مناطق بلاد بادية الشام وتتحرك لاحقا شرقا. هذا السيناريو يجلب أجواء يومي الأحد والاثنين كالتالي. يوم الأحد يكون هناك انخفاض متسارع على درجات الحرارة، أيضا من المتوقع يوم الأحد أن يكون هناك بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار في مناطق مختلفة من الأردن، بالإضافة إلى تساقط للثلوج بمشيئة الله تعالى خاصة في ساعات ما بعد الظهر والمساء على شكل زخات متقطعة خاصة في جنوب المملكة بوجه الخصوص. بالنسبة لليلة الأحد على الاثنين، الناتج الطقس عن هذا السيناريو هو طقس قارس البرودة، موجة كبيرة من الانجماد والجليد تعم معظم المناطق عدا الأغوار أو عدا عفوا البحر الميت وليس الأغوار، عدا
البحر الميت والعقبة تطال فرصة الصقيع في هذه الحالة بعض مناطق الأغوار، درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة دون الصفر المئوي، وتكون هناك فرصة متاحة لبعض الثلوج لكن في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. يوم الاثنين يكون الطقس مستقر إلا أنه قارس البرودة، درجات حرارة حتى في ساعات النهار لا تتجاوز بضع درجات فوق الصفر، وتكون الأجواء جليدية بامتياز في أغلب مناطق المملكة، وتكون هناك فرصة لتشكل الجليد والانجماد طوال ساعات النهار. هذا بالنسبة لآخر التوقعات الجوية كملخص إذن لهذه النشرة الخاصة. هناك كتلة هوائية قطبية قارصة برودة تم رصدها منفصلة من القطب الشمالي متجهة إلى تركيا والمنطقة. هناك عدة سيناريوهات محتملة لتحركة هذه الكتلة الهوائية القطبية، لكن درجات الحرارة قد تكون قياسية من حيث الانخفاض، باردة جدا ومنخفضة للغاية، وقد تكون دون الصفر المئوي لا سيما ساعات ليلة الأحد على الاثنين. وكما ذكرنا هناك عدة سيناريوهات محتملة، تغييرات في هذه السيناريوهات قد تجلب بعض التغييرات في التوقعات الجوية، ولكن السيناريو الأبرز حاليا هو أن تتحرك هذه الكتلة باتجاه بادية الشام، تجلب معها موجة من الصقيع والجليد بشكل كبير جدا يغطي معظم مناطق بلاد الشام بما فيها الأردن، درجات حرارة دون الصفر المئوي، بعض الزخات الثلجية ممكنة خاصة في جنوب وشرق المملكة مع ساعات مساء يوم الأحد. تابعونا دائما عبر منصات طقس العرب المختلفة، ونقوم في مركز طقس العرب الإقليمي بمراقبة القراءات الجوية بشكل دوري على مدار الساعة، ونصدر أي تحديثات إن لازم. نعود ونذكر مجددا يومي الجمعة والسبت لا يوجد هناك ثلوج، إنما منخفض ماطر، فرصة لأن نرى بعض الثلوج يومي الأحد والاثنين، ولكن الفرصة الأكبر هي لموجة من الجليد والانجماد بشكل كبير. شكرا لكم، إلى اللقاء.